ولما لم يبق مع الحسين الا اهل بيته عزموا على ملاقاة الحتوف ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس أبية، واقبل بعضهم يودع بعضا، واول من تقدم هو شبيه رسول الله علي الاكبر، وكان شبيها برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، فاحطن به النسوة وقلنا ارحم غربتنا، فليس لنا طاقة على فراقك، فلم يعبى بكلامهن واستاذن اباه فبرز على فرس للحسين يسمى لاحقا وهو يقول: انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، اضربكم بالسيف احمي عن ابي ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ولم يتمالك الحسين دون ان رفع شيبته المقدسة نحو السماء وارخى عينيه بالدموع وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم اشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم